حذر تحليل جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في مدينة دافوس بسويسرا من أن الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار وفقدان نحو 14.5 مليون شخص بحلول عام 2050. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، وقال التحليل إن أزمة مناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، ما يجعل الفئة الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر، ويجب اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للحد من الانبعاثات وحماية صحة الإنسان من الآثار السلبية متعددة الجوانب لتغير المناخ على مستوى العالم.